شعر فقراء نايف سليم، يعني هل برأيك في عصر التكنولوجيا والإنترنت ما زالت هناك مساحة للقراءة لدى الناس؟ بدون شك رحبة البركة ما بتنقطع ونخلت بلت مثل ما بيقولوا، مش ممكن إلا يكون فيه. بس صار القراء اليوم أنا برأيي، لأنه في الليلة الظلماء يفتقد البدر، صاروا يعني على مستوى أعلى ومختصين، اللي هالقد بيحبوا القراءة وهالقد بيستفيدوا من القراءة بعدهم مواظبين. لأنه كثير بروح على المكتبة مثلا ببلدنا بلاقي ناس من بلا بعدهم بيجوا بدوروا بنقوا كتب كمان محترمة، لمن بقى قراء كثير وبقتش هاي الآلات الجهنمية تمنع، كانوا يقروا عن جنب طرف، اللي يقروا مش على مستوى والكتب اللي ياخذوها مش على مستوى. اليوم صار تنقاي و ناس على مستوى، أنا برأيي إنه هذا أخرته بيطلع أفيد. أي شريحة من الناس تقرأ؟ حسب معرفتك طبعاً. في عدة شرائح، مثلاً طلاب المدرسة اللي من بطلبوا منهم بتشوفهم عم بدوروا على كتب معينة وعلى مواد معينة، هذول لأنه طلبوا منهم ولأنه عندهم دروسهم. وفي اللي بكتبوا او قراء على مستوى اللي حب عليهم يستفيدوا، هذول طبعا صاروا من حيث العدد اقل. اما انا برايي انه اهم يعني مش القضيه العدد، القضيه مش الكم، القضيه الكيف. اذا 10 على مستوى بيستفيدوا وبيفيدوا أكثر من مئات لإيش قروا. صح، يعني معروف عن الشاعر أبو الوليد نايف سليم أنه نهم بالقراءة وقرأ الكثير من الكتب، كلمة توجهها بهذا الصدد إلى المشاهدين؟ الأول بظل أفطن بقول للعقاد اللي ما تعلمش لخري إلا شوي بالمدرسة مثلي، بقول أنا لا أحب القراءة لأني زاهد في الحياة، بل أحب القراءة لأن حياة واحدة لا تكفيني. إسا بنصح اللي بيحبوا يطوروا نفسهم أو يفيدوا المجتمع يواظبوا على قراءة الكتب المفيدة، مش حيالله كتب كمان. في كتب أطنان من الكتب، وفي إشي أنا عارف مثل كتب دعاية أمريكا بس بطبعوها تتعطل على الناس. المهم الكتب المفيدة، وفي بالأدب العربي كتب مفيدة جدا، وفي منها من كثر ما أنا مغرم بالطرائف نسخت كل طرائف الجاحظ. ما هو آخر كتاب قرأه الشاعر نايف سليم؟ عم بقرأ 3 كتب مع بعضهم بشكل دائم، بظل أقرأ عدة كتب بس أفلس من هذا ببدأ بهذا. في مراجعات من الكتب الطرائف، وعم بعمل كتاب من كثر ما تلفنوا لي ناس معجبين بكتابي الأخيرين، قالوا 1 وقالوا 2، صرت محضر كتاب اسمه قالوا 3، وفي جواب على هاي حكايتك. هاي المقدمة اللي عملها، أنا بكتب المقدمات قصيرة جدا. نعم. لكثرة المتصلين الذين أحترم آراءهم والمعجبين بكتابي الأخيرين، قالوا 1 وقالوا 2، فهذا كتاب المكمل لهما قالوا 3. الجديد فيه أنه مخلوط نثرا وشعرا، وأنه أصغر حجما ليسهل حمله، وأنه مختصر مفيد وبدون مقدمات ولا مؤخرات، لأن ما يهم القراء الأعزاء ويفيدهم ليس اسم من قال ولا متى أو أين قال، وإنما الأهم هو ما قال. وهذه المختارات هي أبيات وأقوال أعجبتني فاخترتها من بين آلاف أمثالها، وأمل الكبير أن تعجب ولو بعضها ولو بعضا من القراء الكرام. فنحن في هذا الزمن العجيب سرعة واختراعات واهتمامات
بوظت الكثير من القيم والمسلمات، ولم يعد خير جليس في هذا الزمان خير جليس، بل أصبحت الآلات الساحرات مهمات أكثر ومحتلات للجيوب وللقلوب. فإلى من بقي يقرأ في أمة اقرأ، أقدم مجهودي الأخير هذا، والدنيا إذا خلت بلت. هاي مقدمة الكتاب. جميل جدا، شكرا جزيلا.